عليكم، نتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. نهار جديد، فلوق جديد، خصكم ضرب هالبرد. ولكن كما كتعرفوا شهر مارس كما كنقول لهم حنا كنقولوا ليه سي لو موا دي فو، شهر ديال المسطين، واحد الشهر اللي هو مسطي بحال مواليه. الجو ما كيكونش هو هذاك، ما كيكون متقلب، مره كيكون صهد، كيجينا الصهد كنحيدوا الجاكيطات سورتو انا في الخدمه. نحس بالبرد، نلبسوا الفيسا، المهم الجو كيكون متقلب. هذاك الشيء علاش خاصكم تردوا البال، انا والله العظيم لا ضربني البرد اش خطرات هذه، غير في البدايه ديال الشهر لدابا اش خطرات هو كيضربني البرد. المهم الله يشافينا، الله يشافي، الله يشافي جميع امه محمد كافه اجمعين. داكشي علاش بغيت نوريكم الشده في يدي، انا غندير الفلوق وغنهضر عليها. شكون اللي باقي عاقل على غتبان لكم بالمقلوب دابا؟ عرفتي شنو هي هادي؟ هالس، ذكريات زمان، ذكريات ديال زمان. هذيك كنا كنشيروها فاش كان كيضربنا البرد في المغرب. كانت ماما الله يعطيها الصحه حتى كانت كديرها لنا في الحليب. عرفتي كتحسي بالحلق ديالك كيتهوى كيوسع، النيف ديالك كيوسع. هذه فريمون فريمون توب توب توب. مي ما عرفتش انا هنا واش في فرنسا كاينه. المهم انا هذه شريتها من اسبانيا، لقيتها في الاسبان فاش كنا مشينا عطله في فيفريي، في شهر اللي داز كانت عطله، مشينا لاسبانيا. غنقدر نحط لكم المشتريات ان شاء الله، غندير واحد الفيديو غندير لكم المشتريات اللي خديت من اسبانيا ولقيت فيها هولز، ونقول واو هولز، قلت ما يمكنش. ولكن ناخذ انا دابا يلا غنحلها، جبني متى شريتها وما حليتهاش حتى دابا ها جات وقتها. ضربني البرد دابا، ناخذ وحده غنوريها لكم. ها الشكل ديالها كي داير بالخضر، انا فيها فليو. المهم تنسالي معكم وناخذها ناكلها. باقي السعاد قال يلا تلقينا خلاص، بارك علينا من الهضره. ان شاء الله اليوم غادي نمشيو للمكازات، غادي نوريكم التحضيرات ديال رمضان شنو خارج هذا العام. حيت كل عام كيقول جديد في المواعين، في السلعه كيكونوا دي بروموسيون. غادي نوريكم ان شاء الله كل شيء اليوم كيف ما وعدتكم في الفيديو اللي سبق قلت لكم غنحط لكم فيديو، غنوريكم المشتريات وغنوريكم السلعه ديال رمضان ان شاء الله. يلا ما تزابيوش، يلا معكم. فوالا حنا دابا غنبداو بالغيون ديال دارو هاد الغيو هذا على حساب رمضان. بليك هنا كاين ديال لي سيرفيات دو غرو هكا كبارين. هنايا هاد الطناجر هادو بحال هكا ان سيرفيس، فيه البوامل وفيها مي باغ كونطخ لا كاليتي ما زويناش، لا كاليتي خفافين، ماشي زعما كاليتي زوينه. هادو ما ننصحكمش بيهم انا بعدا. شحال درهم؟ درهم 22.90. هادو ما زوينينش، هادو ما ننصحكمش انكم تاخدوهم، انا لا كاليتي ماشي حتى اللي هي. وكاين هاد الكسكسي ديما كيجيبوهم هادو في رمضان كيحطوهم، تاهو داير 22.90. ها هو هنايا محطوط، وكاين هاد الشكل هذا، انا عندي بحال هاد الشكل هذا، شاريه شحال هذا وباقي عندي في الصراحه، باقي مزيان. هادو هاد الكسكسي هذا تقدر تشريو لانه ثقيل، هاد كيبان لكم هنايا، هذا لاكاليتي ديالو زوينه، ماشي بحال السيرفيس ديال الجميلات اللي هي كاين ميم صغير 14 أورو. صافا كاين هاد السيرفيس هذا ديال الكسكسو ديال 24 أورو، ميم أبارامون فيه الألوان، كاين الزراق الحمار، أبخي كاين ملتي كولور على الشكل ديالهم كي داير. تادو تما ديما كيحطوهم في رمضان. كاين بلا سوبيغ ديال هي هادي هاكا جبنية صغيرة. أبري هاما بالألوان، هاد اللون ديال كبير. فوالا هذا كيدير 16.90، وهاد الأشكال ديالهم هما هادو.
المهم انا كاينه دابا في كارفور، هادشي اللي كاين في كارفور، داكشي علاش بغيت نوريكم المكازا بمكازا باش تحاولوا انكم ديروا لا ديفيرونس، شوفوا الشكل داكشي اللي بغيتو على حسب المكازا. المهم هنايا دايرين بيانفينيو، وهنايا كاينين هاد دي باسين بحال هكا اون الومنيوم، المهم هادو على حسب الكسكسو اللي بغيتو ديرو فيهم الكسكسو. 46 سنتيمتر باسين اينوكس، هادي بغاو شي عراضه ولا تكوني معرضه على الناس دير لا كونتيتي كبيره، سينو ما كاينش لازمه ما كاينش لاش. كاين هاد الفريتوز مي بون، دابا الناس عندهم لي فريتوز ديال الكتريك ديال سون زويل كدير باغي اون كويير، مي هادو مابقاوش صالحين دابا. ما علينا بغيتو ديرو فيها هكا بالشباكيه، وي الشباكيه والتعسال، وي 8.90 €. وهذه بصراحه الشباكيه وعلى البرارد ده هاد سامبل هادو ولا مهم. كارفور هذا ما فيش بصراحة السلعة ما عجبتنيش، عادي هادشي ديما كيحطوه كل عام. ولكن هذا هاد الفلا هذا زوين بعدا، الثمن ديالو شحال؟ 9.90 €. فوالا فيه 3 ايطاج، هذا الشكل ديالو زويون. سينو لو غيست ما كايناش شي حاجه اللي زعما كاينات جديده هاد العام لا والو. الطواجن هادو ما ننصحكمش بهم، زعما هو 13.90 €، كيبيعوهم حتى في اوشون. انا بدا كنشري هذاك العام داغي تهرس ليا لانه ديجا مزلج، من الاحسن تاخذوا ديال الطين اللي ما يكونوش مجلجين، هما اللي كيكونوا صحيين بزاف. هو هنا اللوز 800 غرام، كاين هذا أموند، هذا إلي أشي 99 وهذا 400 غرام. الو كاين هنا اللوز إي كيلي بحال هكا، هو 3.99 أموند بلانش، هذا إي كيلي. أبخي كاين هذا، هذا منقي فوالا أموند بلانش 400 غرام، 400 غرام تساوي 3.99 راهي 3.99. كاين هنا أموند دو بودغ، هذي أموند دو بودغ تساوي 3.99. هاد الكوكو هذا مغاليش، شحال فيه؟ هنايا 400 غرام. وكاين لاسل، كاين هذا ميل دو فلوغ كيدير 3.99 €. كاين عندهم هاد الزريعة، هادي فنة، هاد الزريعة عند لي تورك، هادي بحال ديال المغرب تماما، حتى هي صغيره وما فيهاش الملحه بزاف، الملحه ناقصه، مي هادي فنه. كنصحكم الى عندكم لي بوتيك ديال لي تورك، هاد لا مارك هادي راه فنه، خذوها غير فوالا ب 2 €، مي هادي زوينه. كاين الباكيه كبيره هادي اكس اكس ا، هادي ماعرفتش شحال، المهم هادي ننصحكم بها، هادي فنه، هادي بحال ديال المغرب تماما. شوفوا اشنو لقيت هنايا، لقيت قلب ديال السكر كيبيعوه تبارك، فيه فيه شحال، فيه 2 كيلو يوز نصافي، وعلى كيدير الثمن ديالو 5.99 €، قولت تقريبا شي 1100. هذا واعر، هذا خاصني نتصور معاه، أنا مقلب تسكر. خلينا ندوز لي انتيغرال، هذا 7.99 €. هذه سي لافارين كومبليت، فارينا كومبليت،
المتكيه دي زي ما كتشوفوني كتشوفني متكيه. دخلت من كارفور كما شني مشيت لكارفور، ومن بعد دزت المكازا ديال لي تورك، هي اللي لقيت فيها لقيت فيها اللوز، لقيت فيها داكشي كله رخيص رخيص راكم غتشوفوا في الفيديو. كلشي دايرين ليه 3,99 €، فريمون فريمون با شير. دايرين العسل، اللوز منقي، اللوز اللي ما منقيش، لوز افيلي، المهم كاين كلشي كلشي داير ليه 3,99 €. باغ كونطخ انا هادو كنتقدم من عندهم من شحال، هذا راه من يلاه بديت اليوتيوب وانا كنتقدم من عند هاد لي تورك، فريمون طوب الدراري الله يعمرها دار. كيجيبو سلعه اللي هي زوينه، كيجيبو ميم لوريونطال، كيجيبو كيحاولوا انهم يجيبو سلع ميم ديال المغرب ديال الجزائر ديال تونس، وبطبيعه الحال زياده على ذلك كتكون السلعه ديالتهم ديال لي تورك، كيكون الخبز ديال التواركه، ممكن كلشي كلشي عندهم. حتى شي نهار ان شاء الله ونعاود ندير جوله في لابوتيك في لابوتيك ديالهم ونوريكم كلشي ان شاء الله. المهم دخلت مخنوقه مع جات واحد الشميشه جابت لي تبوريشه، ما عرفتش ما حسيت براسي ماشي هي هذيك، المهم تقديت غير بزربه ودخلت. وبطبيعه الحال الحاجه اللي شريت دابا جالسه كناكل فيها هي وهي الزريعه. بديكو خديت الكبيره، الكبيره ب 3 أورو، الصغيره كدير 2 أورو، وهذه اكس اكس ال كدير 3 أورو. المهم الا بغيتو تشريوها راه كتكون عند لي تورك كاملين كاع لي بوتيك ديال لي تورك. فريمون بحال ديال المغرب، بحال شريتها من عند مول الزريعه. نوريكم شحال كليت، شوفوا شحال كليت اليوم غنكملها. بابا لا هذا هو الفلوق ديال هذا النهار. نتمنى انه يكون الاعجاب ديالكم، واخا السلعه ديال كارفور بصراحه ما عجبتنيش، داكشي عاجني عادي عادي جدا. بيتيت غيحطوا في اوشون، ولكن ماشي دابا حيت كاع لي ماكازا مش شابه، ما عرفتش علاش انا اوشون كاينين الماكازات اللي كيكونوا في شي مدن بحال دابا الا كاين في لونور ولا في سوداست ولا كيحطوا قبل من الماكاز الاخرين، ما عرفتش. المهم نهار ان شاء الله الاشهر اللي غيحط الجديد غادي نوري لكم بطبيعه الحال، وغندير لكم امتي فلوغ. نقول لكم الى فيديو قريب ان شاء الله، تحياتي وقبلاتي كما العاده، في امان الله وحفظه، الى اللقاء.